عن أي دستور يتحدثون؟ هل هو الدستور الذي أباح قتل الشعب؟ وقدمنا اليوم ما يقرب من 200 شهيد وما يتجاوز 7000 جريح، هل هذا دستور حفظ عليه وحمي وروعي؟ هل هذا دور يرعى حق هذه الأكثرية التي خرجت رغبة في التضحية في بلدها، ويتجاهل هذه الأغلبية وينظر إلى مجموعة تجمع تحت مظلة الضغط على الوظيفة ونهب المال العام؟ إن الدستور ينص على أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها، فالثورة الشعبية اليوم هي الشرعية الحقيقية. الثورة الشعبية اليوم هي الشرعية الحقيقية. لقد مل الناس وخرجوا يعلنون المطالبة بالرحيل، ويعلنون المطالبة بالتغيير، ولا يرون ولا يريدون أن يظلوا في ذلك الوضع الذي هم فيه. ومع إيماننا أيها الإخوة باتخاذ الأسباب، وأعتقد أنكم قد بذلتم جهدكم في اتخاذ الأسباب، إلا أننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله هو مقدر الأمور، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لكل أجل كتاب، ولهذا فقد حققنا نصرا، ولكننا نريد أن نستكمل هذا النصر عبر مراجعتنا لعدد من الأمور في حق أنفسنا. الأمر الأول أن نحقق الإيمان الصادق والعمل الصالح، ونحقق التوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فلنحقق الشرط ليتحقق الوعد. الأمر الثاني أن نثق بوعد الله، وأن نتوكل على الله، وأن نتيقن بأن سنن الله ماضية. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الفاسقين. إننا لابد أن نحقق ذلك، وأن نحقق التقوى ليجعل الله لنا فرقانا نستضيء به ونفرق به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والجلاد والضحية، والمعتدي والمعتدى عليه، والظالم والمظلوم، والقاتل والمقتول، حتى لا تنقلب الحقائق وتتغير الموازين وتنطمس الرؤى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا وصف الطائي بالبخل مارد، وقال السهى للشمس أنت خفية، وطاولت الأرض السماء سفاهة، فيا موت زر إن الحياة ذميمة. وعلينا أن نستعين بالله ونتضرع بين يديه، فنجعل عبادة الله تعالى غاية مرادنا، ونطلب من الله أن يعيننا وأن يوفقنا. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، قال له والله إني لأحبك لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. أن نرص صفوفنا، وأن نرأب الصدع، وأن نؤلف القلوب، فإن اجتماع القلوب والأرواح عنصر مهم في التغيير وتحقيق النصر، والتنازع سبيل إلى الفشل. والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وليعلموا ولتعلموا أيها الإخوة أن النظام عبر الطابور الخامس يرسل أفرادا لتشتيت شملنا، لتفريق كلمتنا، للتشكيك في بعضنا بعضا، لمحاولة إحداث الفتن. فعلينا أن نقضي على ذلك الطابور وأن لا نسمح له بالتردد. علينا أن نصبر وأن نتحمل وأن نثبت، فإن سنة التغيير تتطلب من أفرادها الثبات على الحق والمبدأ الذي من أجله نناضل ونكافح، ثم تتطلب الصبر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. علينا أن نضبط أنفسنا
وألا نستجيب للاستفزازات، فإن الطغيان يحاول بكل الوسائل الممكنة والمتاحة أن يستفز أهل الحق من أجل أن يجرهم إلى المواجهة أو يستعجل الخطى ويضعف النصر لهم. لا تتعجلوا، فإن نصر الله تعالى قريب، وعلينا أن تكون هممنا عالية وأن تكون أقدامنا ثابتة، وألا نيأس ولا نقنط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا واتوبوا إليه إنه الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها الإخوة والأخوات، المسلم يعلم نقينا أن النصر حليف كل عمل، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لكن للنصر تكاليفه، للنصر أعباؤه، حتى يأذن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه وتهيئ الجو حوله لاستقباله واستبقائه. إن النصر السريع الذي لا يكلف عناء، والذي يتنزل هينا لينا على القاعدين المستريحين، يعطل طاقات الأمة من الظهور. والنصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه. ولذلك لا تيأسوا، لا تحبطوا، لا تقنطوا، والله لقد حققتم انتصارات كبيرة، بقي عليكم أن تقطفوا ثمرة تلك الانتصارات بنصر عظيم مؤزر. لكن هذا النصر قد يبطئ عنا لأسباب، إما لأننا لم نبذل ما في طاقتنا من قوة وما نملكه من رصيد، فلا ينبغي أن نستبقي عزيزا ولا غائبا لا تبذله رخيصا في سبيله، ولأن الأمة يجب أن تجرب آخر قواها، فتدرك أن هذه القوى وحدها بسون سند من الله لا تكفل النصر. إنما يتنزل النصر من عند الله بعد أن تبذل ما في وسعها، ثم تكل أمرها إلى الله. ولتزيد الأمة صلتها بالله وهي تعاني وتبذل ولا تجد لها سندا إلا الله، ولضعف الإخلاص أحيانا في بعض أفرادها، وهذا أمر مهم. إن الباطل الذي نحاربه لم ينكشف كل زيفه للناس ويذهب غير مأسوف عليه، ولذلك لا بد من الابتلاء حتى ينكشف هذا الزيف. وأنتم ترون إخوتي، في كل أسبوع ينكشف زيف جديد، في كل أسبوع تتضح خطط ومؤامرات، فمع مرور الأيام ينزل النظام أوراقا تحترق عليه ويعود وبالها عليه، فيزول ما علق بأذهان الناس من منجزات لهذا النظام. هو يتمادى في قتل النفس المحرمة، ويرتكب الكبائر والموبقات، ويحاول إلصام التهق بالمواطنين، ويغري بعض المواطنين ببعض، ويقول إنهم هم الذين قتلوا المعتصمين، وما يدري هذا النظام أن القاتل معلوم، وأن الله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما إذا أظهر الحماية للمعتصمين ثم غدر بهم كما تفعل النظام فهو جرم آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. لذلك ليس غريبا أن يتقبل الله منا شهداء، لأن الشهداء هم كرامة هذه الثورة. الله يقول: يتخذ منكم شهداء. الشهادة كرامة لا يختار لها الله إلا الأصفياء. ولذلك ندعو للشهداء بالرحمة، وندعو أبناء الأمة في أمانة العاصمة وفي محافظة الجمهورية أن ينضموا وأن يلتحقوا بهذه الثورة إكراماً
لأولئك الشهداء الذين ضحوا من أجل مستقبلنا ولأجل مستقبل أبنائنا. وعلى رجال القوات المسلحة والأمن أن يعلموا أن دماء المسلمين محرمة وأن ترويع المسلمين محرم، ولا يبيح لهم أن يطيعوا في معصية الله، بل إننا ندعوهم أن يقوموا بما قام به الأحرار من إخوانهم من قادة للجيش وجنود وضباط من انضمامهم للثورة، لأن ذلك هو الذي سيعجل بالانتصار. أما ما يطرحه النظام من أوهام، طرح أن المواطنون يقتل بعضهم بعضا، والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات المهاجرات المجاهدات في سبيل الله الآمرات بالمعروف والناهين عن المنكر، فباء بقول الله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قام باختطاف النساء العفيفات الطبيبات الفاضلات اللائي يداوين الجرحى ويقومن بما قام به أمهاتهن من الصحابيات والتابعات، غير مراع للقيم الأخلاقية والأعراف القبلية الأبية، ولا مدرك لخطورة هذا السلوك عند اليمنيين المعروفين بغيرتهم. يمنع إسعاف الجرحى مخالفا لتعاليم الإسلام ومبادئه، ضاربا عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني الذي يرفعه لاستجلاب مساعدة المانحين. الكذب الصريح وقلب الموازين وإلصاق التهم التخريب وقطع الطريق بشباب الثورة، ثم يطلبهم للحوار متمثلا المثل: رمتني بدائها واستنلت. لقد انفرط عقد النظام كل يوم، وتجمعت الشخصيات الوطنية مع الثورة تغليبا للمصلحة الوطنية. بصبركم أيها الإخوة تستطيعون أن تقنعوا الناس بالتمييز بين من يقتل من أجل أن يعيش ومن أجل أن يحكم، وبين من يقتل من أجل أن تعيش الأمة. تقدمون صدوركم عارية للرصاص الحي وللغازات السامة ولكل أنواع الأذى. إننا يجب أيها الإخوة أن ندرك أن الثورة يجب أن نحافظ عليها وأن تكون ثورة سلمية حتى نحقق أهدافنا. ونحن هنا ندعو إخواننا في الحزب الحاكم الذين لم يلحقوا بالثورة، وندعو أبناء الشعب الذين لم يلتحقوا بالثورة، وندعو مؤسسات الدولة التي لم تلتحق بالثورة، ندعوها أن تلتحق ليحسم النزاع وليتحقق نصر الله سبحانه وتعالى وتمكينه. وما يجري من اختطاف لأبنائنا وإخواننا الذين يدافعون عن حرمات هذا البلد ومحاولة تغييبهم، فإننا ندعو المنظمات الدولية لزيارة السجون وزيارة أماكن اختفاء هؤلاء ليتضح قبح هذا النظام وتتضح جرائمه أمام الأمة أجمع. أبشركم أيها الإخوة أن النصر قريب وأن ساعات الحسم قريبة، ولكن نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا، ونحتاج إلى أن نبذل جهودنا، ونحتاج إلى أن نستعين بالله ونتوكل عليه ونعتصم به سبحانه وتعالى، ونحتاج إلى أن تتضافر جهودنا وأن يجتمع الخيرون تحت مظلة التغيير، وأن نرعى مصالح بلدنا رعاية تامة حتى نحقق النصر والتمكين. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله بذلك قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد، وارض اللهم عن آله وأصحابه وأزواجه وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد اليمن بخير فأعنه وتولى نصره وتأيده يا رب العالمين، ومن أراد اليمن بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم عجل بزوال علي عبد الله صالح يا رب العالمين، اللهم عجل بزواله يا رب العالمين، اللهم عجل بزواله يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا منشئ الأجساد بعد البلاء،
يا منقطعين إليه